يقول السائل: إذا كان العظم لحيوان نجس فهل يجوز الاستنجاء به لانتفاء كونه علة طعام للجن؟ ما نقول يجوز، عظم عام كما هو في الحديث: استجمر برجيع دابة أو عظم، ما نخصص شيء، نقول عظم خلاص، لا تستنجب العظام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وعلى التعليل الثاني: لا يطهر سواء كان مما يؤكل لحمه أو لا، لا يطهر، حتى لو راحت العلة الأولى تبقى العلة الثانية، لا يطهر. نعم.